جماهير انضموا إلينا، يا شباب انضموا إلينا، يا شباب انضموا إلينا، قتلوا قصفوها بميون، قتلوا قصفوها بميون، نكتب على من قتل الشبل الفلسطيني محمد حطاب وقتل باسل عراج هو ذاته من قتل بيده السوداء وبعملائه وأدواته من قتل مازن الفقهاء في غزة. دم الشهيد المجاهد الحمساوي وابن كتاب قسام مازن الفقهاء والعرج من بيت لحم، وأيضا شهيد الشبيبة الطلابية محمد الحطاب يوحدنا. ما يجمع الأرض الفلسطينية أكثر ما يفرقنا. نتوحد هذه الدماء صرخة يعني في الوجدان الفلسطيني من أجل مقاومة أكبر ورفض أكبر هذا الاحتلال. لازلنا نقولها، لن نترك المواقع ولن نبرح المواقع، سنبقى مقاومين ورافضين لهذا الاحتلال. ننتظر من المقاومة الفلسطينية رد يشفي الصدور، ننتظر كلمات حرة، الكلمات الحرة التي خرج من زوجة الشهيد مازن الفقهاء بحاجة إلى فعل على أرض الفلسطينية. نحن نقولها اليوم بملء الفم، نريد الانتقام لدماء مازن الفقهاء وباس الأعراج ومحمد حطب. مطلوب من الفصائل العمل المقاوم الفلسطيني بأجمعها أن تتوحد خلف دماء الشهداء كي تثر لهذه الدماء الطاهرة التي سالت من مدينة البيرة ومخيم الجلزون امتدادا إلى قطاع غزة. يجب على الفصائل الفلسطينية أن تتوحد لدعم هذه المقاومة ودعم هذه المسيرات ودعم هذه الدماء للجم هذا العدو عن غيه وعن صلفيه في قتل أبنائنا. ألا تختلف الطريقة وإن كانت بالطائرة أو بالصاروخ، هو هذا أسلوب الاحتلال منذ عشرات السنين. نحن نطالب المقاومة بعمل جاد وعمل يوقف هذا العدو عن غيه. يجب وقف المعادلة التي يريد العدو فرضها على مقاومتنا وعلى أهلنا.